اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا نجيب الاول ايه بولا با 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 با. لا هات بولا كبيره بقى عشان نحط فيها القصه دي كلها مع بعضيها. اوكي طيب، معايا حاجات كتير قوي. معايا الفراخ، معايا شط رز بسمتي مسلوق 60 يعني حوالي 50 جرام، ومعايا شويه رمان، معايا طماطم، معايا مستردة، معايا سماء، معايا بصل، معايا تفاح اخضر، ومعايا خرشوف وبروكلي وبسلة و شو اسمها خيار وفاصوليا خضراء، ومعايا فلفل الوان اوكي وريحان ونعناع، ورق ريحان ورق نعناع. طيب نبتدي بقى ايه حاجه حاجه كده. ناخد الاول هذا الكلام ونشرحها. اوكي اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، ناخدها كده ونشرحها. كفايه كده 150 جرام. اوكي اهي. وبعدين هناخد شويه نعناع وشويه، والله بص يعني انا افضل عشان بس الكميه كلها تبقى ايه مثل معقول. اوكي كده كده نعناع بس وكده ريحان. نفصلهم بقى كده عشان تبقى ايه ورق ورق ورق. اوكي ماشي. اوكي بعدين هناخد شوية البصل دول نحط عليهم شوية السماء دول وشوية ملح ونخلط الكلام ده مع بعضه. سيبوا شويه كده. اوكي طيب ناخد الزيت بقى، زيت الزيتون ملعقه صغيره، هزودها شويه عشان دي خدت مننا شويتين. هنعمل كده الشويتين اللي خدتهم البتاع نحطهم تاني. اوكي نحط لهم شويه مستارده، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة مستردة. اوكي تمام. استنى عليا ونحط معلقة كبيرة ليمون ونقلب. يبقى انا كده ايه عملت الصوص بتاع السلطه بتاعي تمام. اوكي حط لها بقى ايه نص معلقه ثوم مفري 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 خالص. اوكي ونحط البصل اللي بالسماق مق. هنقلب الكلام ده مع بعضه 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 بعضه. وهحط الورقات. وبقى ايه هو الفلفلات. الفلفل الاحمر والفلفل الاحمر اعلاهم في السعرات
انما اعلاهم في الفايده كمان. سله اوكي، والرمان طماطم شوية كزبرة خضراء حلوين اوكي، بروكلي كابوتشا، او افضل الخس يعني، انا افضل الخس الرومين او البلدي بس مش دايما موجود. وهناخد التفاح، طبعا التفاح ما اخبيش عليكم لازم يكون منقوع في شويه ميه وليمون، ونعمله كده اهو عشان يبقى ايه زي بعضه كده. والتفاح الأخضر مفيد جدا وسعراته بسيطة. اوكي تمام، يلا يلا كل الكلام ده يخلط ونحط معهم رز مسلوق، وهنحط الخس. سوري خس يا ابني، ده خيار. اوكي يلا بينا. بس نخلط الكلام ده كله على بعضه الاول.